السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. هنبدأ النهاردة إن شاء الله سلسلة المراجعات وحل تدريبات. النهاردة تدريبات كتاب الأضواء 235، صفحة 235. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أكمل العبارات التالية. طبعا هنركز على الأسئلة اللي بتتكرر كتير في الامتحانات والمحافظات. يتركب الكروموسوم من نقط متصلين معا بواسطة نقط، من كروماتيدين، يعني اتنين كروماتيد متصلين معا بواسطة السنترومير. يتركب الكروموسوم كيميائيا من دي ان ايه وبروتين. الكلام ده يفيدنا ان شاء الله في ثانوي، في الاحياء نركز عليه شوي. تنقسم الخلايا الجسدية بالانقسام الميتوزي الذي يؤدي إلى نمو وتعويض خلايا التالفة للكائنات الحية. عدد الكروموسومات الموجودة بالخلية الجسدية لكائن حي يعادل نقط عدد الكروموسومات في المشيج. معروف المشيج اللي بيبقى نص المادة الوراثية، يبقى يعادل ضعف عدد الكروموسومات. تتضاعف المادة الوراثية في الطور البيني، وأحيانا بنقوله التحضيري، يعني قبل ما ايه بنبدأ الأربع أنواع بتوع الايه الانقسام. تختفي في نهاية الطور نقط النوية والغشاء النووي في الانقسام الميتوز في نهاية الطور النهائي. تختفي في نهاية الطور نقط النوية والغشاء النووي في الانقسام الميتوزي، طبعا في نهاية الطور التمهيدي. الطور التمهيدي تتكون خيوط المغزل أثناء الانقسام الخلوي في الطور وتختفي في الطور، تظهر في الأول في الطور التمهيدي وتختفي في الطور النهائي. في الخلية الحيوانية تتكون خيوط المغزل من الجسم المركزي، بينما في الخلية النباتية تتكون من السيتوبلازم عند القطبين. في النبات تسمى المناسل المذكرة نقط وتسمى المناسل المؤنثة نقط. طبعا المناسل في المذكرة الطلع في النبات، والمناسل المؤنثة المتاع. طب لو قال لي الأمشاج، يبقى الطالة بيديني حبوب لقاح، المناسل اللي هو المتاع بيديني الايه البويض. يهدف لانقسام نقط إلى تكوين الأمشاج الميوزي، ويهدف الانقسام الميتوزي إلى نمو الكائنات الحية. تنقسم الخلايا الجسدية بطريقة الانقسام الميتوزي، بينما تنقسم الخلايا التناسلية بطريقة الانقسام الميوزي. طبعا بنركز برضو على أسئلة الامتحانات اللي موجود. تحدث ظاهرة العبور في الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي الأول. يحدث الانقسام الميوزي في مطق الزهرة لتكوين حبوب اللقاح. حبوب اللقاح طالما صرحها أو صرح بها مباشرة يبقى لازم أقول إيه حبوب اللقاح.
تمكن العالم المصري دكتور مصطفى السيد من الكشف عن خلايا سرطانية وقتلها باستخدام تكنولوجيا النانو. تستخدم جزيئات الذهب في رصد الخلايا المصابة عند تسليط أشعة لتدميرها لتسليط الأشعة المجهرية لتدمير. تخير الإجابة الصحيحة. منطقة اتصال الكروماتيدين معا في الكروموسوم هي السنترومير. يتكون الكروموسوم كيميائيا من حمض نووي DNA، بروتين، كربوهيدرات، دال حمض نووي DNA وبروتين. طبعا حمض نووي DNA وبروتين. يحدث الانقسام الميتوزي في خلايا المتوك ولا المبيض ولا الخصية ولا الكبد. طبعا الكبد. في أي الخلايا الآتية لا ينقسم مطلقا؟ طبعا خلايا الدم الحمراء البالغة. إذا كان عدد الكروموسومات في حبة اللقاح نبات الذرة، حبة لقاح يعني مشيج 10 كروموسومات، فيكون عدد الكروموسومات في خلايا ساق النبات الضعف، يبقى 10 تبقى ايه؟ 20. نركز في السؤال ده لأنه مكرر كتير في الامتحانات. يبقى حبة لقاح يعني مشيج. أما عدد الكروموسومات في خلايا الجسد اللي هي خلية جسدية في قلب ساق النبات يبقى الضعف، يبقى 20. تتضاعف المادة الوراثية في الطور البيني. تظهر خيوط المغزل عند انقسام الخلية في الطور التمهيدي ولا الاستوائي ولا الانفصالي ولا النهائي. خيوط المغزل بتظهر فين؟ في التمهيدي. تتكثف الشبكة الكروماتينية وتظهر على شكل خيوط رفيعة مزدوجة في الطور التمهيدي. في الانقسام الميتوزي تترتب الكروموسومات في منتصف الخلية في الطور الاستوائي. عدد الكروموسومات في المشيج نقط عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية النصف على طول نص المادة الوراثية. ما زلنا تخير. يحدث الانقسام الميوزي في خلايا الكبد ولا الجلد ولا العظام ولا الخصية. طبعا الخلايا التناسلية الخصية. يحدث الانقسام الميوزي في النباتات الزهرية في المتوك لتكوين حبوب اللقاح. طب افرض قال لي في المبيض لتكوين البويضات. نركز في السؤال عشان نجاوب صح. تحدث ظاهرة العبور في الطور نقط من انقسام نقط. تحدث ظاهرة العبور في الطور التمهيدي الأول من انقسام الايه؟ الميوزي. نسبة عدد الكروموسومات الموجودة في الأمشاج الناتجة عن عملية الانقسام الاختزالي أو الميوزي بالنسبة لعدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجسدية للكائن الحي تمثل النصف. إذا كان عدد الكروموسومات في خلايا كبد أحد الكائنات الحية 32 كروموسوم فإن عدد الكروموسومات في خلية البويضة يكون طبعا نص ال 32 16. نركز أوي في الأسئلة دي. إذا كان عدد الكروموسومات في خلية كبد الإنسان يحتوي على 46 كروموسوم فإن خلية جلد الإنسان تحتوي على 46 كروموسوم أيضا. مفيش حاجة تلخبطنا، نحاول بقدر الإمكان ما نتلخبطش. إن شاء الله في الحلقة القادمة هنبدأ برضو نعمل أسئلة
وأسئلة على أي حاجة هتحتاجوها، ونحاول نتواصل مع بعض إن شاء الله، وتشوف الفيديوهات اللي قبل كده لأن عامل فيديوهات كتيرة شرح ومراجعة. إن شاء الله ما تنسوش تعرفوا زمايلكم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.